بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا لكم بالدرس الثاني، طلاب المستوى الأول للفصل الأول مادة البرمجة لقسم علوم الحاسوب في كلية المعارف الجامعة. معكم مدرس المادة مدرس مساعد محمد باجت نعيم. الموضوع اللي راح نراجعه اليوم اللي هو احنا ماخذيه بس راح نراجعه اللي هو الفاريبل سكوب والبلوك اوف كود او نقول بلوك سكوب. احنا نعرف عندنا مجموعه من المتغيرات اللي هي عباره عن داتا تايب، اوكي، واللي هي تكون عندنا انتيجر و فلوت، اوكي، ودبل والى اخره. اوكي سترينج، اوكي، هاي المتغير هاي الداتا تايب احنا بنريد نستعمل كمتغيرات مثل ما شرحنا بالدرس الماضي. يجب ان نستعمل قبل الداتا تايب راح تنخزن. اوكي، عندنا نوعين من المتغيرات اللي هي نسميها اللوكال والجلوبال. اوكي، اللوكال واللوكال عفوا والجلوبال. اللوكال هي البيانات او المتغيرات اللي تكون محليه داخل البلوك، داخل البلوك. اما الجلوبال فهي البيانات اللي تكون خارجيه اللي هي خارج البلوك. الجلوبال اقدر استعملها بصيغه عامه، اما اللوكال اقدر استعملها فقط داخل البلوك. نعطي مثال، مثلا هاش انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس ستاندرد تي دي. اوكي، نجي نعرف المين فانكشن انتيجر. طبعا المين ما نقدر نقول فلوت مين او نقول دبل مين فقط، اما انتيجر او void، اما انتيجر او void. في حال انه كان عندنا انتيجر فاذا هذا الانتيجر هو الداتا تايب فيجب ان نخلي return، اما اذا كان عندنا void فمو مشكلة ما يحتاج نخلي return. طبعا انا اخلي انتيجر مين لان انتم بعضكم تستخدمون الديف وبعضكم يستخدم الفيجوال ستوديو، فاعتقد الديف انا مشتغل على الديف، اعتقد الديف ما يقبل الفويد الا انتيجر. اوكي، مين، ولا ننسى البيجن اند اند و ريتيرن. قلنا ريتيرن نخليها 0، انا نقدر نخلي ريتيرن 1 ريتيرن 2. المهم ريتيرن يكون القيمه مالته شنو؟ من نوع انتيجر. اذا الزير هو من نوع انتيجر، راح نقول نخلي 0 حتى لا ياخذ مساحه خزن بالذاكره. اوكي، واحنا راح يخزن راح يحجز 4 بايت بالذاكره، ولكن القيمه اللي داخله هي تكون 0. فالصفر يعني احنا مثلا احنا عندي مساحه خلينا نقول 4 بايت، بس مو من الضروري انه تكون بهاي ال 4 بايت انه القيمه اللي بيها هي 4 بايت. يجوز القيمه بيها 2 بايت، 2 بت، 3 بت، 16 بت، 1 بايت، وهكذا، بس ما يصير تكون اكبر من 4 بايت. فانا من اقول 0 معناته القيمه بيها 0 بت، يعني ما بيها اي حجم بالذاكره، تكون قيمه فارغه. اوكي، راح اعرف انتيجر مثلا خلينا نقول اكس وانتيجر واي. اوكي، هذا الاكس هو لوكال بالنسبه لمن؟ لوكال بالنسبه لمن؟ لوكال بالنسبه للمين، بالنسبه للمين، بالنسبه للمين. اذا هذا الاكس هذا المتغير هو لوكال، يعني انا هسه من اجي اقول اكس يساوي لي 5 وواي يساوي لي 4 مثلا، اوكي، واقول مثلا سي اوت اكس بلس واي. اوكي زين، خلينا نجي نقول اكس بلس واي. هسه تقول لي انت راح المفروض هنا الناتج سيستم دبل كوتيشن باص، هاي بس على مود يوقف لنا الشاشه السوداء. فهسه ما راح ننفذ، المفروض يطلع لنا الناتج 9. اوكي،
اوكي ناتج 9 هنا ما حطينا اند لاين، فنخلي اند لاين بعد التنفيذ. لاحظ الناتج صار عندي هنا 9، الناتج صار عندي هنا 9 اللي هو المجموع اكس بلس واي. هسه راح تجي تقول لي احنا البارحه قلنا اي اكسبريش اي عمليه رياضيه ما يصير تكون داخل السي اوت. اوكي عمليه رياضيه اللي هي تكون بها عمليه اسناد، يعني احنا ما نقول نقدر نقول مثلا هنا لو جينا عرفنا انتيجر زات ونجي نقول هنا زات ايكوال، هنا العمليه خاطئه. هنا ان عمليه اسناد ناتج اكس بلس واي المن للزات، فهي عمليه تكون عندنا خاطئه. اما اذا كانت عندنا اكس بلس واي هي عمليه راح يطلع لي الناتج عمليه الجمع، مع العلم انه هذا الناتج ما راح ينخزن بالذاكره، فقط راح يظهر لي فقط راح يظهر ما بها اي عمليه معالجه، يعني معالجه العفو يعني كخزن، يعني ما عندنا مثلا اكس بلس بلس ولا واي بلس بلس. اوكي هنا اذا هنا استعملنا متغيرات اكس وواي. لو جينا مثلا وشلنا هذا الاكس هذا الواي مثلا وخليناه خارج المين، هنا الواي راح شو يكون؟ راح يكون جلوبال. اوكي راح يكون جلوبال. اذا هنا الواي صار جلوبال. شنو يعني جلوبال؟ يعني اني اقدر استخدمه باي مكان بالبرنامج. لاحظ هنا لوكال هنا جلوبال، قبل شوي هو كان لوكال، لكن من خرجناه خارج المين انه هنا راح يكون عندي شنو؟ جلوبال. راح ناخذ ان شاء الله الفانكشنز راح نقدر نستخدم اكثر من داله، لذلك انا اقدر استعمل الواي باي مكان اريد، باي مكان اريد اقدر استعمل الواي باي مكان اريد. اما اذا كان الواي هنا داخل المين فقط فما اقدر استعمله الا داخل المين. ليش؟ لانه هو داخل البلوك اللي هو تابع لمن؟ تابع للمين. هسه راح نجي نشرح شنو البلوك. اوكي هنا احنا من نقول واي يساوي لي 4، اذا اسندنا قيمه الواي 4، بس هذا الواي هو عباره عن شنو؟ عباره عن جلوبال. لاحظ ما راح انفذ ما راح يكون عندي اي تغيير. اوكي 9 زين. لو مثلا جينا وخلينا هذا الواي 3، اوكي هذا الواي 3 وهنا قلت انتيجر واي، دور ما اقول انتيجر واي خليها واقفه، هذا الواي ما اريد اروح. نجي ننفذ المفروض الواي هنا ايش قد؟ ونوخر العفو هذا الواي، الواي يساوي لي 4. المفروض هسه الناتج يطلع لي 8، اوكي؟ يعني 3 زائد 4 انطاني 8، اوكي؟ انطاني 8، المفروض الناتج يطلع لي 8. زين، لو جيت قلت هنا انتيجر واي يساوي لي 4. هنا خليت قيمة للواي يساوي لي 4، هسه لو نفذت الناتج، شوف لاحظ هذا الواي هو يختلف اختلافا عن هذا الواي، هذا لوكال وهذا جلوبال، هذا ما اقدر استخدمه الا داخل المين، اما هذا اقدر استخدمه داخل وين ما اريد، يعني داخل المين وخارج المين. زين، هسه المفروض لو نفذت البرنامج المفروض يطلع لي الناتج 9 وليس 8، ليش؟ لان بما انه هذا المين هذا البلوك هو عنده متغير لوكال فما يحتاج انه يروح على منه؟ على جلوبال، فما يحتاج يروح على جلوبال، لذلك انا من راح انفذ راح يطلع لي الناتج 9، راح يطلع لي الناتج 9، اوكي؟ هنا من انفذ راح يطلع لي الناتج 9، زين. اذا هنا استعملنا انه قلنا اكو جلوبال واكو لوكال. زين هل اني من داخل هذا المين اقدر اسند قيمه للجلوبال؟ اوكي اقدر اسند قيمه للجلوبال من قبل شويه من قلت واي يساوي لي 4. زين لو اخذنا هذا الانتيجر اذا هذا الواي راح يكون المن؟ هذا الواي نفسه. لاحظ لو ظللت هذا الواي شوف الظلل هذا، لو رجعنا منه لو ظللت هذا الواي منو ظلل؟ هذا، وهذا المين يعتبر هذا الواي، ولكن ما راح يستعمل، راح يستعمل فقط هذا الواي. ليش؟ العفو هذا انتيجر، لو قلت هنا انتيجر شوف لاحظ لو ظللت هذا الواي ظلل فقط هذا، ليش؟ لان هذا الواي هو عباره عن
الواي اللي انا معرفه داخل هذا البلوك مو هذا. لو الغيت هذا لاحظ راسه وظل اللي هنا راح يصير عندي البلوك الواي هنا. راح يروح للذاكره يدور واي داخل البلوك ما راح يلقاه، راح يدور واي هو عباره عن شنو؟ عباره عن جلوبال. عباره عن شنو؟ عباره عن جلوبال. اوكي زين، هنا ما راح نفهم الموضوع الا انه اذا شرحنا، الا اذا شرحنا شنو البلوك اوف كود او البلوك سكوب. زين لاحظ هنا من اخلي سكوب ريزوليوشن، هاي العلامه هي سكوب ريزوليوشن، معناته انه انا شو اقول اذا اقول للكومباير انه انا استعمل الواي اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن جلوبال مو عباره عن لوكال. لاحظ لو قلت سكوب ريزوليوشن، يعني هسه قبل شوي لو اخلي سكوب ريزوليوشن لاحظ من اجي اظلل الواي راح يظلل هذا الثلاثه، اما لو ماكو سكوب ريزوليوشن قدامه اذا من اجي اظلل الواي راح يظلل لي هذا الواي. اذا انا هنا لو اردت استعمل الجلوبال بدل اللوكال داخل البلوك انه اخلي شنو؟ سكوب ريزوليوشن. سكوب ريزوليوشن. اوكي هاي المعلومه خلينا نضيفها الى معلوماتكم اللي هي عندكم. زين نجي نشرح شنو البلوك اوف كود. شنو نشرح البلوك اوف كود؟ هسه انا عندي هنا عباره عن بلوك يبدي بجن وينتهي بان. دائما البلوك يبدي بقوس مفتوح ويخلص بقوس مغلق اللي هو نفس القوس المفتوح اللي نسميه احنا بجن واند. هو بجن واند. احنا نعرف شنو الستيتمنت، نعرف شنو الستيتمنت. طبعا انا هسه بالمين عندي مجموعه من الستيتمنتس، مثلا انا لو جيت اذا عندي مجموعه من شنو؟ من الستيتمنت، ستيتمنت 1 ستيتمنت 2 والى اخره 2 و 3 والى ان اصل الى شنو؟ الى الان ستيتمنت. اوكي اذا انا عندي مجموعه من الستيتمنتس اللي انا اخليها شنو هو الستيتمنت؟ هو عباره عن سطر برمجي، عباره عن سطر برمجي يبدا ببدايه البيجن او بنهايه الفرز المنقول. مثلا انا من اقول انتيجر اكس، اذا هذا الانتيجر اكس هو ستيتمنت ان مين بدا من بدايه البيجن ولكن وين انتهى بالفرز المنقوله. اوكي زين لو قلت انتيجر واي، اذا هذا الانتيجر واي هو ايضا ستيتمنت بدا بنهايه الفرز المنقوطه للسطر اللي قبله، الستيتمنت اللي قبله، وانتهى شنو؟ بالفرز المنقوطه. اذا انا كل فرز منقوطه معناته نهايه ستيتمنت، كل فرز منقوطه معناته انه عندي شنو؟ نهايه ستيتمنت. زين هل من الضروري ان يكون كل ستيتمنت في سطر؟ لا مو من الضروري، انا اقدر اقول انتيجر اكس فرز منقوطه انتيجر واي. اذا هذا كم ستيتمنت عندي في هذا السطر؟ تو ستيتمنتس. اذا انا عندي سطرين برمجيين داخل سطر واحد اللي هي انتيجر اكس وانتيجر واي. شلون عرفتها؟ لان انا كل فارزه منقوطه تعتبر لي ستيتمنت، هذا الستيتمنت الاول وهذا الستيتمنت الثاني. اوكي زين اذا نجي على البلوك. البلوك هو عباره عن جمع الستيتمنتس، جمع التعابير او التعابير البرمجيه داخل خلينا نقول داخل بلوك مركب او فد ستيتمنت مركب. يعني انا من اقول بلوك، هذا بلوك لاحظ بلوك نفس الحاله يبدي ببيجن وينتهي باند، يبدي ببيجن وينتهي باند. اذا انا اي ستيتمنت هنا راح اكتبه، اي ستيتمنت راح اكتبه هو تابع للبلوك. هو تابع لمن؟ تابع للبلوك. اي ستيتمنت اكتبه داخل البلوك ما راح اقدر استخدمه الا داخل البلوك. خلي يكون عندي اي متغير راح اعرفه داخل البلوك، اي متغير راح اعرفه داخل البلوك ما راح اقدر استعمله الا داخل هذا البلوك. يعني مثلا انا من عرفت انتيجر اكس وانتيجر واي عرفته داخل هذا البلوك صح؟ اذا انا راح اقدر استعمله فقط داخل هذا البلوك، يعني ما اقدر استعمله خارج المين ما اقدر استعمله. ليش؟ لان معرف داخل البلوك. زين هل يمكن اقدر استعمله داخل البلوك؟ نعم يمكن. ليش؟ لان هذا البلوك هو جزء من هذا البلوك.
اللي قبله، لذلك انا هنا راح اقدر استعمل اكس وواي، فانا اقول اكس يساوي لي 5 وواي يساوي لي 6. اوكي هنا اقدر استعمل اكس وواي، هنا اقدر بس لو جيت وقلت هنا انتيجر زد، اوكي خارج هذا البلوك، هسه هذا الزد ما اقدر استعمله الا داخل هذا البلوك. يعني هنا مثلا لو جيت قلت العفو زد يساوي لي اكس بلس واي، هنا راح يعترض عندي على زد. ليش يعترض عندي على زد؟ لان الزي هذا هو معرف داخل البلوك، اذا انا ما راح اقدر استعمله خارج البلوك. اذا هنا هو عباره عن شنو؟ لاحظ هنا عباره عن لوكال، هنا عباره عن شنو؟ عباره عن لوكال. اما هنا الاكس والواي هنا هو لوكال، لوكال بالنسبه للمين، اوكي بس جلوبال بالنسبه لمن؟ بالنسبه لهذا البلوك. يعني انا هنا من استخدم اكس انه ما معرف انا اكس داخل البلوك، وانما معرفه وين داخل البلوك اللي قبله. بما انه هذا البلوك، هذا البلوك هو داخل هذا البلوك، اذا اي متغير داخل البلوك الرئيسي اقدر استعمله داخل البلوك الفرعي، والعكس غير صحيح. اي متغير اقدر استخدمه داخل البلوك الفرعي، ما راح اقدر استخدمه داخل البلوك الرئيسي، لان هنا يعتبر هذا المتغير هو خاص بالبلوك، مثل ما شفنا بالانتيجر زد. اوكي مثل ما شفنا بالانتيجر. وهنا ايضا ما اقدر استخدم سكوب ريزوليوشن. ليش؟ لان السكوب ريزوليوشن هو يستخدم الجلوبال، وهذا شنو احنا قلنا؟ هذا لوكال. لو كانت العمليه بالعكس، مثلا انا هنا عرفت انتيجر اكس وقلت اكس يساوي لي 2، اوكي انتيجر اكس وقلت اكس يساوي 2، هنا نزلت اقول اكس بلس بلس واي. هنا الاكس هو راح ياخذ الاكس اللي هو لوكال وليس الاكس اللي هو جلوبال. يعني مثلا لو جيت هنا طبعت سي اوت الزد، طبعا الزد هنا ما اقدر اطبعه بهذا المكان، طبعا الزد ما اقدر اطبعه خارج البلوك. ليش ما اقدر اطبعه خارج البلوك؟ لان هذا الزد معرف داخل هذا البلوك، اذا انا لازم استعمله وين؟ شوف لاحظ راسا انطاني ايرور للزد، اذا هذا الزد لازم يجب ان اطبعه وين؟ داخل هذا البلوك. اوكي لو نفذنا هسه برايك ايش قد راح يطلع الناتج؟ هل يطلع 7 او يطلع 11؟ راح يطلع 7. ليش؟ لان اني استغني عن الجلوبال بوجود اللوكال، استغني عن الجلوبال. ماسحين احنا السيستم، سوري. اوكي هنا من اجي انفذ راح استغني عن الجلوبال بوجود اللوكال. شوف ايش قد طلع عندي، طلع عندي 8 اللي هو ايش قد ناتج جمع 2 زائد 6، 2 زائد 6 يطلع لي 8. هنا ايش قد راح يطلع لي الناتج؟ راح يطلع لي الناتج 8، راح يطلع لي الناتج 8 اللي هو 6 بلس 2. اوكي لو جينا هنا واستعملنا بلوك داخل هذا البلوك الثاني، يعني انا هسه عندي بلوك داخل بلوك، بلوك داخل بلوك، اذا هذه المتغيرات كلها هي تعتبر جلوبال لهذا البلوك. زين لو جيت هنا عرفت انتيجر ام يساوي لي 2، هل استطيع ان اطبع الام هنا؟ مثلا اقول سي اوت ام، هنا ما راح استطيع اطبع الام هنا. ليش؟ لان هنا الام، هذا الام هو داخل هذا البلوك، اوكي داخل هذا البلوك، هذا البلوك هنا، اذا الام انا ما اقدر استعمل الا خارج الا داخل البلوك، ما اقدر استعمله خارج البلوك، اوكي اذا هذا الام فقط داخل هذا البلوك، فقط داخل هذا البلوك. زين لو جيت هنا واستعملت اكس اقول مثلا زد يساوي لي اكس بلس ام، اوكي زد يساوي لي اكس بلس ام، وهنا ارجع اطبع زد اللي اقول هنا انا اند لاين نفسها. فهنا من اجي استعمل اكس بلس ام، شوف الزد هو داخل هذا البلوك، اذا انا اقدر استعمل زد، انا اقدر استعمل زد داخل البلوك اللي هو داخل هذا البلوك، ولكن ما اقدر استعمل زد خارج البلوك الاصلي اللي هو المين. اوكي
إذا أنا هنا أي متغير موجود عندي يجب أن أستعمل الداخل البلوك اللي أنا عرفته به فقط، ما أقدر أستعمله خارج البلوك اللي أنا عرفته به. زين هسه تقول لي شلون عاد استخدمناه هنا؟ لأن هذا البلوك هو منشأ داخل البلوك اللي أنا معرف به متغير، فماكو إشكال. ولكن لو انشأت بي أنا متغير هذا البلوك اللي أنا انشأته داخل البلوك اللي أنا ماشي به متغير، أي متغير داخل البلوك الثاني ما راح أقدر أستعمله داخل البلوك الأول. ولكن لو انشأت بلوك داخل البلوك الفرعي راح أقدر أستعمل البلوك. إذا أنا عندي اللوكل أقدر أستعمله بأي مكان، أما اللوكل فأستعمله فقط داخل البلوك اللي أنا ناشئ. أوكي؟ أتمنى إنه وصلت الفكرة للبلوك ولل سكوب. هاي تكون محاضرة قصيرة، راح نقدر من عندنا نمهد لنا المن للاف ستيتمنت. راح نبدا بالمحاضره الثانيه نشرح شلون نقدر نسوي كونديشن، وبعدين نبدا بالاف ستيتمنت. استودعكم الله واعتذر للاطاله، ارجو ان تكون قد استفدتم من هاي المحاضره. وياكم مدرس الماده محمد بهجة الراوي. نلتقيكم ان شاء الله على خير، واتمنى الصحه والسلامه للجميع، والسلام عليكم.